الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع أندى العالمين عليه الصلاة والسلام، ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، يمكن إحنا على مدار حلقات بنتحدث عن عموم هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه، أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. محتاجين نتحرك في تجارب عملية، ويمكن حضرتك آثرت وفضلت إنه البداية تكون مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أو مع الأصحاب. حضرتك يمكن ورد أو تبادر إلى ذهني سؤال، يعني مع إنه النبي له ندى مع الأصحاب والزوجات والأطفال والأعداء والمخالفين والموافقين والبعيد والقريب، إن حضرتك قررت إنه أهم جزئية نبدأ بيها ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب، لماذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا فضلت طبعا نبدأ بالأصحاب لأنهم هم الذين نشروا الدين، وهم الذين حملوه أول مرة، كانوا مصدر التحمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهم كانوا بنفذوا، فهم الذين أعطوا هذا الزخم للإسلام. وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ليس لهم نظير في الدنيا كلها، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء، كذلك أصحابه كانوا سادة أصحاب الرسل. نقلوا لنا كل شيء، يعني لو فتشنا في القرآن وفتشنا في صحيح السنة وفتشنا في الإسرائيليات مع قطع النظر عن صحتها وضعفها، لن نحصل عن سائر الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم عشر معشار ما نعرفه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني هل تعرف عن نوح عليه السلام أي شيء عن حياته الشخصية؟ غير السفينة في القصة، ما فيش غير الجانب الدعوي فقط. نعم، أو ما ذكره في القرآن حتى. نعم، ما هو ده اللي ما يذكر في القرآن. نعم، وإذا ظفرت ب حديث، إذا ظفرت مثلا كذا تلاقي حاجة إيه؟ نعم، أشياء قليلة. وكذلك إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء، وكذلك موسى عليه السلام، وسائر الأنبياء عموما. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام نحن نعلم عنه كل شيء، النقير والقطمير في حياته. من الذي نقل إلينا كل هذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصحاب رزق، زي من الأصحاب رزق، زي رزق الولد، زي المال، زي الكلام ده. أصحاب رزق هم الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة. هو ما فيش في الإسلام غير المذاهب الأربعة؟ لا والله، كان في فقهاء بعضهم أفقه من بعض العلماء الأربعة. نعم، ومع ذلك لا نسمع عن مذاهبهم حسا ولا خبرا بسبب الأصحاب. يعني يقول الشافعي رحمه الله، والشافعي طبعا ده رمة الميزان في الفقه يعني، والذي كتب الكتب وأصل الأصول وكتب أصول الفقه أول مرة، ومش حد كتب قبله بهذا الجمال والروعة في كتاب الرسالة يعني. يقول الشافعي: الليث ابن سعد يعني أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا به. وقال: الفقه لليث والحظوة لمالك. طب الليث بن سعد في أين مذهبه؟ مش حد يعرف حاجة عن مذهب الليث إلا المتخصصين فقط. ومن كتب الفقه القديمة زي كتب ابن المنذر وما جرى مجرى، حتى الاسم نفسه يعني الشافعي والليث بن سعد حتى عند العوام، ان عند الليث كان مصريا. نعم، والشافعي مصري. بس شوف الفرق، شهرة الشافعي. نعم، الفرق بين شهرة الشافعي و يعني خمول الليث. نعم، ابن سعد. سفيان الثوري كان له مذهب،
الأوزاعي كان في الشام له مذهب، يقول مالك لا زال أهل الشام خير ما بقي فيهم الأوزاعي، كان ينظر بمالك الكلام ده. فإيه اللي خلى الأئمة الأربعة يطلعوا وتدين ويدين المسلمون في كافة الأخطار بمذهبهم بفريق مذهب هؤلاء العلماء الأصحاب، يعني الأصحاب رمانة ميزان في حياة الإنسان رزق بالضبط كده بالضبط كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب نقلوا كل شيء، فكما أنه يعني خاتم الأنبياء والمرسلين ولن يأتي نبي بعده ليصحح ما أخطأت فيه الأمة أمة النبي السابق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل الأنبياء السابقون والكلام ده. فحتى تكون الرسالة عامة وخاتمة كان أصحابه على هذه إيه؟ على هذا المستوى من المسؤولية والمحبة، حتى أنه ملك قلوبهم. شوف في قصة بلقيس الهدهد لما ذهب إلى سليمان ماذا قال له؟ قال إني رأيت امرأة تملكهم، ما قالش تحكمهم، تملكهم يعني إيه؟ يعني لا يصدرون إلا عن رأيها بحب بالغ لها، أدي معنى تملكهم. كيف تملك إنسانا؟ مش كيف تحكم إنسانا، أنا ممكن أحكمه وما يتنفس بالحديد والنار، ما يحبنيش، ما يحبنيش، يلعنني بقلبه. والحجاج بن يوسف الثقفي مش كان لما على المنبر يقول والله لو أمرت أحدكم أن يدخل من هذا الباب وأخرج من هذا الباب فخالف لضربت عنقه، كان حد يقدر؟ حدش يقدر. عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن جبير، كان الحجاج لما بيخطب كان بيخطب من الظهر لبعد العصر، طب الظهر راح فيه؟ صح بالإسناد الصحيح أن عطاء وسعيدا كانوا يصلون الظهر إيماء وهم قاعدين يصلي براسه عشان الظهر ما يفوتش. طب ده مثلا الجبران العنيد ما كانش في أمن دولة زيته. نعم ما كانش في أمن دولة، هو كان أمن الدولة، هو كان أمن الدولة، هو الحجاج بن يوسف ما هو قال إن أمير المؤمنين نظر في العالمين فلم يجد أعجمها عودا ولا أمرها صبرا ومش عارف إيه غيري أنا فالعثني عليكم. ما أدبش العراق غيره. وقف العراق غيره، يعني أنا ذاك يعني. فأنا عايز أقول يعني ممكن أنا إيه أملكك ولكنك لا تحبني، أحكمه نعم ولا أحبه. نعم واخد بالك زي ما القائل بيقول يعني بيقول كمموا الأفواه هل تكميمها يمنع الأعين أن تنظر شزرا؟ سكتني بس هبرق لك، خلاص. أغمضوا الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة؟ مش عارف أبص لك هنفخ. يعني أنا عايز أقول إيه أقدر أعبر بأي وسيلة من وسائل التعبير، لكن هو هنا قال رأيت امرأة تملكهم، فإزاي تملكهم؟ كيف استرقت قلوبهم؟ استرقت قلوبهم بالإحسان، كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة أبدا بمثلها بل يعفو ويصفح. أي الصلاة والسلام عشان كده يعني غلبت محبته قلوبهم. يعني في أثر إسرائيلي يعني قيل للشيطان، أنا لا أقول احتجاجا يعني بس عايز أوضح الفكرة، قيل للشيطان هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال أحببت موسى. قالوا له لما؟ قال لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني فأم غلب على محبتي. طالما الله عز وجل ألقى المحبة منه على موسى فلا يراه أحد إلا يحبه غصب عنه حتى لو كان عدو. بالضبط كده غصب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه يحبونه ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه ويعلمون أنه على الحق، زي ما ربنا قال في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واخد بالك ازاي؟ فملك قلوبهم بالإيه؟ بالإحسان. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا
وبينت المراد من الصحاح. من جملة إحسانه عليه الصلاة والسلام، طالما أن احنا بنتكلم عن نداه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا الدين، والدين خلق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ دعوته أبدا بالجهاد ولا بغزو الأراضي، زي الكلام اللي كانوا نسبوه إلي أن أنا بقول أن احنا عايزين من الخزان نروح نحتل البلاد، وبعض الناس قال لك احتل السويد، ما اعرفش السويد بالذات يعني، انا عارف ان دخل الفرد فيها اعلى دخل فرد في العالم يعني، بس انا ما بجيبش الاسير السويد ولا 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 حاجه يعني. ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالجهاد ابدا، لان لو بدا بالجهاد والغزو لفر الناس منه، نعم، لكنه بدا بالخلق والاحسان. نعم. والاحسان الدين خلق، فكان ينقل خلقه إلى أصحابه، وأصحابه ينقلون الخلق إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يخاطب الناس كلها، كل صاحب كان رسولا يدعو إلى الإسلام. نعم. عشان أقدر أنشر الإسلام ما أعرفش أنشره لوحدي. نعم. إنما كان يرسل رسوله تترى إلى الناس، فلما يشوف الأخلاق دي يقول لك أي دين هذا؟ يعني معنى ذلك فضلتك قبل ما نشرع في نادى رسول الله مع الأصحاب، اي داعيه بيتصدر للدعوه واي عالم لابد من فهم هذا الباب جيدا، انك انت تبدا بالاصحاب، لان هم دول يكونوا القاعده العريضه بتاعتك. طبعا لا شك. وانا النهارده من الذي يغلب على قربي؟ تلامذتي. من الذين ائتمنهم على الفهم الصحيح وعلى التعامل الصحيح؟ تلامذتي. مش العوام. نعم. عشان كده الشيخ اللي ما يربيش تلامذه وقاعده عريضه يموت يوم يموت، يعني يدفن كله يوم يموت ويدفن، إنما ما بقي له تلاميذ يحملون منهجه يحملون أخلاقه يبقى حيا دائما، زي ما احنا قلنا العلماء اللي لهم تلاميذ العلماء. نعم. ما لهمش تلاميذ. نعم. أنا بحاول يعني أنتقي يعني في ذهني مواقف لها طرافة وفيها جمال. نعم. عندنا مثلا في صحيح مسلم حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبان لي قد ذهبت أبصارنا وأسماعنا من الجهد من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. ليه؟ ما عندهمش برضو الأكل على القد والكلام ده هوت، وما عندوش شيء يضيف بيه يعني. مين آخر باب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز، ثلاث شياه وبيحلبوا لبن، قال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يبقى هما بقوا كام؟ أربعة. أربعة. نعم. يبقى ثلاثة والمقداد واثنين والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال اللي ينزل من لبن من هذه الشياه قسموا بينا، قسموا بينا كل واحد ياخد إناء، فبدأوا يحلبوا وكل واحد يشرب إناء، وإناء النبي صلى الله عليه وسلم يبقوه له يغطوه ويسيبوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جولاته بقى في مع الصحابة والكلام ده والناس وتفقد أحوال الرعية والكلام ده، ويجي آخر الليل قال يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي إناه فيشرب نصيبه من اللبن اللي هم بقوه له اللي هم أسبوه له. قال فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، ياكلوا ويشرب عندهم وبتاع والكلام ده، وكله عايز يعزمه واكله بتاع، وما به حاجة الى هذا اللبن، قم فاشرب. قال فقمت فشربتها، شرب الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقام حاطط عليه الغطاء برضه زي ما هو. قال فجاء فبعد ان شربت اللبن ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا صنعت؟ اشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، إن غطيت رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني، أما صاحباي فنام ولم يفعل ما فعلت. فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيترقب بقى هيعمل إيه، أتى فسلم كعادتي عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين وبعدين كشف الإناء فلم يجد إيه؟ اللبن. اللبن. ف
فقام رافع ايه يديه الى السماء فقال المقداد: قلت الان اهلك يدعو علي فتذهب دنياي واخرتي. قال: فسمعته يقول: اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. تمام. قال: فاخذت الشفره، شددت الشمله علي واخذت الشفره ورايح يذبح معزم التلاتة للنبي، ما هو عشان عايز يدرك بركة الدعاء. اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. طب هتذبح المعزه اللي تحلب لبن؟ هو عايز يدرك، وبعدين عامل عمله وخايف منها والكلام ده. بقول: فلما ذهبت الى الاعنز وجدتهن حفل كلهن، الضرع مليان لبن على اخره على غير العاد. قال: فجئت باناء واسع غويط عميق ما يطمع ال محمد ان يحتلبوا فيه. قال: فحلبت حتى علت رغوه اللبن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله اشرب. نعم. فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت: يا رسول الله اشرب. مش عايز يقول له شربنا ولا شربنا، عايز الموضوع، ما هو خايف يقول له القصة دي. قال: اشرب يا رسول الله. فشرب وقال له اشرب، يعني يقول له اشرب. تمام. قال: حتى علمت أنني أصبت بركة دعوته، ضحكت حتى ألقيت على الأرض، وقع على قفاه من كثرة الايه؟ الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. كده عملت عملة سوداء. كده عملت عملة كده. قال رسول الله: كان من أمري كذا وكذا وكذا، وعملت كذا وكذا يعني. شوف تعليقه بقى. قال: ما هذه إلا رحمة من الله، هلا آذنتني فأيقظنا صاحبينا يصيب معنا من هذا اللبن. الله. يعني شوف يعني شو رقته. بيقول يعني احنا دلوقتي أربعة وبنشرب، بنقسم اللبن علينا النهارده اتنين، انت النهارده شربنا في نقد كده احنا متوز. تمام. لان المقداد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب ما شربش الاناء كله، المقداد شربه. تمام. قال له: هلا ايقظنا صاحبينا فيصيبان معنا من هذا اللبن؟ قال: قلت والذي بعثك بالحق لا أبالي ما أصبتها، ما أصبتها أنت وأصبتها أنا من أصابها معنا. نعم. فأنا عايز أقول لما يكون ده خلق، ده موقف من جملة المواقف. نعم. لما يكون موقف زي هذا اللي هز قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لم يعاتب المقداد بن الأسود. نعم. وبعدين بل مازحه. نعم. بل ما زحى وقال: إحدى سوآتك يا مقداد. نعم. وبعدين يقول له إن كان المفروض الجماعة اللي يصحوا يشربوا معانا، لأن هو ده عقد الوفاء. نعم. يقول نشربوا إحنا الأربعة، ما ينفعش أنا وأنت نشربوا هم ما يشربوش. نعم. مثلا. نعم. فتصرف زي ده ما يملكش قلب المقداد، ما يملكش قلب أي إنسان حتى يسمع الحكاية دي ويعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني عشنا في قصة واحدة من ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولازلنا متواصلين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق في حلقات مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على أند العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.